عام ونجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني السابق والمدرب العام للنادي الاهلي كابتن محمد يوسف. يا كابتن محمد ازي حضرتك، وتحيات كابتن ابراهيم وكابتن حشيش وكابتن اسامه ليك. حبيبي كابتن اسلام، بمسي عليك وامسي طبعا على ضيوفك الجمال كابتن ابراهيم عبد الصمد مدرب. والله القعده ناقصاك يا كابتن محمد. سامع بيقول الاول بس. بقول لك القعده ناقصاك يا كابتن محمد. انا ضربت على فكره محمد يوسف على فكره. ربنا يخليك، انا والله نفسي طبعا اكون معاك، بس طبعا انت عارف فتره الاعداد بقى. طبعا انا عارف. لكن انا يعني الناس جمال معاك في الاستوديو وكلهم كابتن ابراهيم دربك صح؟ كابتن ابراهيم طبعا، ده يعني كابتن ابراهيم من المدربين اللي ليه فضل على اجيال كثيره جدا ولاعيبه كثيره. وكابتن طبعا ربنا يكرمك يا كابتن محمد، يعني شخصيه جميله جدا ولعبت معاه. والكابتن اسامه حسني ربنا يعني اخ طبعا جميل ولاعب ومهاجم كان ممتاز جدا. مش قوي يعني يا جو، مش قوي يعني عشان لا اسامه اهداف من طراز فريد وعنده اهداف جميله في النادي الاهلي. يعني ربنا يكرمك يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن محمد. كابتن محمد، اولا قبل ما نطمنا على النادي الاهلي، عايز اعرف رايك في اللي حصل في بطوله الامم الافريقيه خلال الفتره اللي فاتت ومستويات المنتخبات اللي وصلت حتى لدور ال 16. بص يا اسلام، هو طبعا المنتخبات بزياده البطوله طبعا اقل بزياده 8 منتخبات على مجموعتين ادت شويه ضعف الى حد ما في تدوري المجموعه، يعني في الدور الاول نتيجه اشتراك 8 فرق. لسه الموضوع انا اعتقد ان المباريات هتتحول او هتعمل يعني قفزه شديده جدا في القوه بتاعتها وفي المستويات بتاعتها ابتداء من دور ال 16. المباريات طبعا هتبقى قويه، والدور الاول افصح طبعا عن فرق وقوه يعني كبيره في افريقيا، اذا كان متمثله في الكاميرون، متمثله في نيجيريا، متمثله في كوت ديفوار، متمثله في غينيا والجزائر. يعني الجزائر منتخب برضو ادانا مفاجاه الى حد ما، طبعا بجانب منتخب مصر. انت بتتكلم عن منتخب مصر من المنتخبات المرشحه كونه بيلعب على ملعبه في وسط جمهوره وهو الدوله المنظمه يعني. لكن ايضا ما نخفيش مالي برضو يعني كانت مفاجأة بصراحة، بالظبط أظهرت كرة جميلة. كاميرون ونيجيريا زي ما قلت لك الفرق اللي بتلعب بشكل قوي، حتى جنوب أفريقيا هتقابلنا في دور ال 16 يوم السبت. أنا بقول لك هيبقى خصم مش سهل، ممكن الناس طبعا تتوقع الفوز بحكم منتخب مصر بيلعب في ملعبه وسط جمهوره، لكن البطانة دايما بيبقى عندهم تحدي وعندهم اصرار، لازم نحترمهم بشكل كبير جدا. انت لعبت قدامهم كتير يا كابتن محمد، المنتخب جنوب افريقيا وحضرتك بتلعب في منتخب مصر، اهم مميزات اصل الفرق الجنوب افريقيه، فرق جنوب افريقيا بتبقى ليه مميزات كده. المنتخب مثلا منتخب مصر بيلعبوا كره مفتوحه، بيلعبوا في الملعب كله، يعني ما عندهمش التحفظ ان هم يبقوا بيشتغلوا بشكل تكتيكي دفاعي ويقفلوا، لا هتبص ليهم في الهجمات عندهم سرعه في البناء للهجمه وعندهم مهاره كويسه جدا. لو اديناهم مساحات هيقدروا يلعبوا معانا بشكل مميز جدا وهيتعبونا. ايوه لازم نبقى مقفلين مساحاتنا، ولازم نبقى احنا بمجرد فقدان الكوره لازم نرجع بسرعه ونقفل عشان نبقى بنلعب في كومباكت او في مساحه ضيقه، نديهم فرصه ان هم يلاقوا مساحات بين خطوطنا هيتعبونا جدا. انا بقول طبعا ان خلاص يعني اللي جاي هو الصور بقى الحقيقي، وزي ما بنقول يعني الجد بقى والتركيز جاي في الفتره الجايه، لان انت ان شاء الله تعدي في جنوب افريقيا هتقابل منتخبين يعني الفائز فيهم هيبقى غانا او الكاميرون، نيجيريا او الكاميرون، انا اسف نيجيريا او الكاميرون، انا اسف نيجيريا والكاميرون هتلعبهم بعد 4 ايام، يعني انت تلعب يوم السبت يوم 6 عندك 7 و8 و9 وهتلعب ثاني يوم 10 مظبوط مع كسبان من نيجيريا والكاميرون. انا شايف دي بدور الثمانية هتبقى مباراة قوية جدا. مباراة قوية جدا، وحتى يعني منتخبين عندهم خبرات كبيرة جدا في افريقيا وعندهم لاعبين محترفين في اوروبا كتير وعندهم الطموح ان هم يفوزوا بالبطولة. ف
مشوار بتاع المنتخب الفتره الجايه هيبقى منتخب هيبقى مشوار قوي، وهو طبعا دايما اللي بيلعب على البطوله وبيلعب على اللقب ما بيخافش، يعني لازم يواجه الكبار ولازم يهزم الكبار عشان يوصل. طيب كابتن محمد،